فهو عم يمسك الروبوتك ارم وعم يعطيها الداتا سيلف انبوت وهي عم تعمل كابتشرنج لهي الداتا وعم بتحدد شو الرايت بوزيشن وعم تعمل ماتريسيز للثيتا ثيتا دوت وثيتا دبل دوت لكل جوينت في الاكسل في الروبوتك ارم هاي. فبالتالي هذا طبعا بعد الفيرست ترايل لساتها هون لسه عم تتعلم يعني عم تتعلم لساتها زي البيبي اول ما يكبر. في فيدباك هلا جاي راجع للروبوت الروبوت في فيدباك هلا فيدباك اللي هو الجرافيكال فيدباك هلا بيجيب لك الصوره عليه انه كيف عم ياخذ فيدباك انه هل فعليا نزلت على الفان ولا لا بس لانه هو بعد الترايل ال 50 لما يعرف هاي هون لما يجي يعطيه فيدباك اللي هي الجرافيكال كابتشر فيدباك عم بتشوف البانكيك هي الموجود يعني هو في عنده فيدباك من مكان البانكيك بالضبط البانكيك عليها بوينترز اذا الريفلكترز هذول بيعمل كابتشر لمكانها. ايش هون طريقه التعلم؟ طريقه التعلم هاي نيرس نيبر. هلا هيك بدون فيدباك هلا وكمان برضو على النيرس نيبر شغله كثير يعني اروع من هيك هي محاضرة من MIT عم بيعلموا روبوتك ارم كيف تصمد في الركت في كرة التنس طبعا هي اخذوا اكثر من ترايل كله على المشين ما في كونكشن فصل؟ فصل خلص اوكي طيب كاندينج نوت انه يعني بتقدر تحقق ليرنينج وكنترول احسن من الموديلنج اللي احنا بنعمله عن طريق الماشين ليرنينج لانه صار في عندنا البروسيسنج للداتا والاناليسيس للداتا اقوى بكثير من زمان ف يعني الارتفيشال انتليجنس عم بيحل محل الكلاسيكال كنترول بشكل كبير يعطيكم العافيه والشغله اللي بتلاحظوها انه في عندنا طرق كثيره وكمان الشطاره انه نفهم احيانا في طرق رح تكون احسن من طرق ثانيه لبعض بشيء احيانا بكون مناسب اكثر لابلكيشن معين من فعليا كل ما نقرا عن الكلاسيفيكيشن والاوبتمايزيشن لكل طريقه يعني بيردوا يحكوا نفس الجمله اتس مور اوف ان ارت ذان ا ساينس يعني هي ترايل اند ايرور اكثر مما هي انك تاخذها من اول مره شكرا لكم يا شباب شكرا